بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. هنالك العديد من الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تؤكد على قراءة القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن، لأن القرآن نور وينير درب الإنسان في الحياة الدنيوية ويوجب السعادة في الدنيا والآخرة. من منطلق الاهتمام بالقرآن الكريم ودوره في حياتنا اليومية، ارتأيت أن أبدأ ببيان توضيح لألفاظ القرآن الكريم على ضوء تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان للمرحوم الوالد رحمة الله عليه، بالإضافة إلى تفسير التفكر في القرآن للسيد الأخ حفظه الله، وذلك بصورة مختصرة وبسيطة وفي حلقات قصيرة، ليتسنى لجميع المؤمنين الاستماع إليها يوميا لكي يكون نورا في حياتهم ويضيء دربهم ويأخذ بأيديهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية. وأضفت إلى ذلك أيضا بعض الروايات الواردة في تفسير الآية أو تأويلها عن الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام.